أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. ليلة جميلة هنا والطقس رائع في ملعب المباراة. سأتواجد معكم اليوم أنا فارس عوض لتغطية مجريات اللقاء، واليوم نحن على موعد مع مباراة في تصفيات الأبطال. فانتر ضد فريق يونيون، نجح الفريق في حسم تواجده مع الكبار في نهائيات الأبطال، والآن أكيد يفوز هذه المباراة من أجل المتعة ويلعب بدون أي ضغوطات عليه. نستعرض لحضراتكم التشكيل الأساسية لفريق فاونتاز. في حراسة المرمى يتواجد الأيقونة بيتر شمايكل، دافيد ألابا سيلعب إلى جانب ووكر في خط الدفاع، جورج بيست سيبدأ مع سانشو على الأطراف، وفي الأمام رأسي حربة للكثافة الهجومية. نستعرض في هذه اللحظات تشكيلة فريق يونيون. تير شتيغن في حراسة المرمى، فيليب لام سيلعب مع فيليب بول في مركز الظهير، يتواجد في الأمام مهاجمين من أجل تشكيل خطورة أكبر على المرمى. التعادل، مستحيل الإثارة، يا
جورج بيست. نهاية الشوط الأول من المباراة. تعود الكرة للدوران الجديد بعد نهاية الشوط الثاني. في الشوط الأول على فريق فوجز كثيرا وضغط كثير من أجل العودة. Yeah.
سيطرة كبيرة من جنوي فوردر في المباراة في آخر ربع ساعة. مع هذه السيطرة والفرص التي نشاهدها الفريق أعتقد بأنه قريب جدا من إحراز هدف التعادل، لكن التركيز مطلوب والحسم أمام المرمى حتى لا يندم على هذه الفرص. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن والكرة في المرمى بدون أي مشاكل. الكرة بدون مضايقات، الكرة في المرمى. تعادل كبير، 4 أهداف لكل فريق، 8 أهداف كاملة في هذه المباراة. يتقدم باتجاه المرمى، فرصة تتاح لاستمرار اللعب بدون وجود خطأ، نجاح في تجاوز الخصم. المرمى لكن أيضا متابعة رائعة. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة، أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات. ألابا، الكرة تصل لثيو هيرنانديز، تمريرة تضرب الدفاع. زيدان تهديد يذكر. فرصة أخيرة
تلقي المباراة. حكاية مستمرة هنا بين الفريقين مع بداية الشوط الأول للوقت الإضافي. ليو ميسي. جورج بيست مع الكرة. التحرك الجيد والساعد في قطع الكرة. ماركينيوس. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. الشوط الأول من الوقت الإضافي مشاهدينا، والنتيجة ما زالت على حالة التعادل. جورج بيست مع الكرة. اعتراف ناجح في هذه اللقطة. بابي. استمع إلى صوت الجمهور. بابي. Dalaba.
تضيع باتجاه محمد صلاح. ركلات الترجيح راح تحدد الفائز بعد نهاية الوقت الأصلي والأوقات الإضافية للتعادل. والآن تبدأ دراما مع ورقة الترجيح. هدف فلان. تنفيذ ركلة الجزاء يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى خبرة. خلص اللي عليه، سجل في هذه اللحظات. بنجاح علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. ثقة كبيرة وداها وين والفريق ناوي على وين. الكرة في الشباك، اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في المكان السليم. ركلة في المرمى. التركيز مهم في تنفيذ ركلات الجزاء. بنجاح. تنفيذ ممتاز من اللاعب لركلة الترجيح. الله على التنفيذ، الكرة في المرمى. التنفيذ مميز لركلة الترجيح. ركلة ترجيح حسن. وحارس المرمى يظهر ويخطف الأضواء الآن. يا له من تصدي ويا لها من لحظة. ركلة الترجيح ابتسمت لهم بعد تألق حارس المرمى. اليوم شاهدنا تألق كبير جدا من جانب الصلاح، أداء رائع، هذا ما نتوقع من نجم بحجمه وقيمته وإمكانياته. الفريق للتقدم في النتيجة. أوه. الكرة في المرمى. الله على الهدف.
هدف تعزيز التقدم. يضرب خط الدفاع. الله الله، لابد أن يكون هو ومن غيره. في المرمى بدون أي مشاكل يضع الكرة سيسكو. تصدي لبيض عن الخطورة بشكل كامل. يا رب، هدف يلام عليه.